لا يمكن، يستحيل أوافق عبلة تتجوز العبد. يا بابا بس اسمعوا، هانتر ده شاب كيوت خالص والله وابن حلال. لا يمكن على جثتي. بقولك يا عم الحاج، خلاص هانتر قرب على وصول. هيجي بقى ويقعد يقرفنا بشعره. يا أهل الدار الأبرار، جالكم عنتر الجبار. خدتك على الحمار. يا من رحبت بنا نزولا، هنقعد هنا ولا في البرجولة؟ اخلص يا عم الشاعر، ترزع مطرحك، انت هتقعد تضيف. حاضر يا انكل. خير يا عمي، انا ماشي كما قال الكتاب، جاي لك برجلي وداخل من الباب. اخلص يا ابن الكلاب. لما انت عايزه شاعر، ما انت كان عندك قيس واتنكتي عليه وليلى خدته. ماله هشام الجخ؟ ماله لطيف، وحتى بشرته افتح من ده. لا يا عمي، لا تجارني بالزملاء والزملاء كتار. لخص يا عمي وهات اخر الحوار. هجيب لك اخر الحوار. اولا شعرك وحش. شعري؟ وشعرك وحش والله ما هي راجعه. بعدين انت الكومبينيشن بتاعك اصلا كله غلط، فارس ومغوار وشرس وبتقول شعر. بتقول شعر وايش فيه؟ ايه اللي ايش فيه؟ فين اللوجيك؟ ممدوح فرج يعني بيلعب مصارعه ويقول شعر؟ مفيش لوجيك. الشحات مبروك هيقعد يرفع دمبلز ويرقص باليه؟ انت عبد، انت عبد اصلا جربوع. ده حتى ال 100 ناقه اللي اتفقنا عليها ما جبتهاش. ابوك جايبني هزقني، انا ماشي يا عبد. نعم يا دلعه دي، والعيال اللي في بطني حالتها اوديهم فين؟ هما طلعوا اتنين؟ اه. عرفت منين؟ رحت للدكتور جيكي النهار ووراني صورته مع السونار. ايش تقول؟ عبله حبله؟ انده القاضي، اقسم بالله ما اولادي. يفصل بينا القانون. والله لو عملته ايه؟ انا مش هعمل دي ان ايه. شرفي يا اسود اللون، ضيعته. هدي نفسك بس. هدي اخلاقك يا عمي وانا احكي لك. في ليله فيها القمر مال، اكتشفت ان بنتك عبله شمال. ايش يقول؟ وبين ليل البيداء وضحاها، عرفت ان ام عبله مدوراها. يلا عيله وسخه كلها. عشان كده ما بتنزليش البسين مع البنات، ودولابك كله اتملى كرسيهات. والله يا ابويا هو المسؤول، شدني من العبايه واداني ترامادول. استر على البت المفضوحه ومشيها هي جوازها، لايمها وبلاش تعدد، الناس هنا مش اوبن مايندد كده. يا عنتر اقعد اقعد، اتفضل هنا. خلاص وافقنا نديلك بنتنا عبله. ايوه بس انا ليا شروط. وايه شروطك؟ سيجاره. مساء الفل. صباح الجمال يا ام عبله. سجاير؟ من امتى بتشربي سجاير؟ اتنيل، بنتك حبله وبتكلمني في السجاير. اسمع يا عمي يا خروف، انا عايز خيمه تكون بروف. ماشي يا ابني هنشوف. وعايزها خيمه جنان تلت ساعه من ميدان لبنان. امان يا مان. وإن كان على الفرح أنا مش محتاج تكاليف، كفاية قاعة صغيرة في نادي التجديف. ده اللي بينزلوا فيها سندوتشات بلوبيف؟ إفيه سخيف. فعلا فعلا. ليا طلب أخير. إيش هو؟ أنا مش هجيب 100 ناقة يا ابني المت.